طب قولي لي قدر من دول، يعني قدر ما كنتيش فاهمة ان هو حكمة ربنا فيه خير ليكي، ولما فهمتي بعد كده بدأتي تاخدي بالك ان كتير بتبقى حكمة ربنا خير. بصي في حاجة بس مش عارفة أقولها بصراحة. قوليها على الهوى ولا لأ؟ قوليها، قوليها من قلبك. لا، أحياناً بتاخدي قرار في حياتك أنت كنت بتبقي فاكرة أنه هو ده صح، بس بتكتشفي أنه هو كان مش صح وتتعبي. يعني أنا تعبت في بعد ما خدت القرار ده، تعبت قوي، تعبت قوي قوي قوي، نفسياً وروحياً وجسدياً وكل حاجة، ما كانش أسهل حاجة عليا. وكنت بقعد أقول ليه، ليه يا رب، يعني أنت في حاجة غلط في الاختيار ده، في حاجة. بس اكتشفت بعد كده إن ده كان أحسن حاجة حصلت. يعني أنا نفسي أشكر الوقت ده، يعني شكراً، شكراً على إيه القرار الصعب قوي ده؟ لا، ما أنا مش عايزة أقول عشان يعني ممكن مش لازم نقول اسم حد ولا يضايق الناس. لا لا خالص، أنت بتتكلمي عن حالة قد يكون حقك. بصي، قد يكون الموقف ده مش شرط يكون الشخص اللي أنا هتكلم عنه، هو ممكن يكون أنا. أنا اللي اخترت، انا ده كان يعني الموقف كمان عندي انا بسبب ظروف حياتي في الوقت ده، او انا كنت شايفه حاجه معينه في الوقت ده، ظنيت ان دي احسن حاجه. بس اكتشفت بعد كده ان لا، بس خلاص يعني مش عايزه. اختيار كان اختيار خاطئ، كان اختيار اختيار خاطئ تأذيتي، لانه وجعني الاختيار ده، وجعني. والحمد لله انا عديت من الموضوع ده وطلعت انا دلوقتي احسن بكتير بكتير. يعني دي من الحاجات اللي بتشوفيها قوه في حاله. ايوه، عرفت اطلع. قدرت اطلع، لانه كان صعب قوي اطلع منه، لكن عرفت اطلع الحمد لله. في صراعاتك مع محيطك في وقت معين مثلا زعلوا منك زملائك وناس كتير منهم صرحوا، وناس كتير منهم ردوا واتكلموا وكانوا مستائين جدا، والموضوع وصل لدرجه انه النقابه شطبت اسم حلا. ايوه، وحلا اعتذرت. صح، أنا اعتذرت. يعني الصراع اولا طبعا اعتذر، رغم ان انا يعني هنقول ان انا ما يعني انا ما غلطتش، كان الغلط مش جاي مش مني، كان من واتحسب عليكي، واتحسب عليا. ما كانش منك واتحسب عليا، ما كانش مني واتحسب عليا بالظبط. ورغم كده انا قلت انا مش مهم خلاص. الناس مش فاهمه قوي، الناس يعني فاكرين ان ده انا، فخليهم فاكرين ان ده انا وخلاص. يعني انا هتحمل المسؤوليه كامله وهعتذر طبعا. لكن زمايلي حبايبي، عايزه اقول لك وانا بعتز بيهم كلهم كلهم، وهم كلهم جمال، وعمري ما في حياتي فكرت ان انا ممكن اقول كلمه تضايق اي حد. هم غاروا على الفن ساعتها، هم غاروا على الفن اكيد، بس هم انا بقول لك التصريحات اللي اتقالت ما كانتش احسن حاجه. والكلام اللي وصل طبعا من طبعا الصحافه جزء، ومش عارفه الناس برضو بتتكلم كتير في زمن صعب، كل فيها بقت منتشرة وكلام كتير بيزيد الدبل دبل دبل عقبال ما يوصل للحقيقة بتبقى قد كده. فهو ده اللي حصل بالظبط. يمكن ده اللي خلاني أكتر حاجة شوية متضايقة في المرحلة دي، كنت حاسة إن الموضوع كبر قوي وكان المقصود دي يمكن حاجة صغيرة قوي، بس الحمد لله يعني.